إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فها هي الجرائم اليهودية تتكشف مثل الأهوال هولا بعد هول، وتأتي الأخبار بما حصل من المجازر في بلاد فلسطين المسلمة، ويصل المسلمون إلى قناعة من هذه الأحداث تدريجيا، ومن كان منهم مترددا جزم أمره، ومن كان في شك أصبح موقنا، ومن لم يكن فكر بالأمر فقد فكر جزما. وصل المسلمون إلى قناعة بأن هذه المجازر وهذه الإهانات التي يفعلها اليهود ليس لها إلا حل واحد، وعندما يتساءلون عن الحل لهذه الأجساد المتفحمة ولصرخات الإغاثة من المتبقين أحياء تحت أنقاض منازل مخيم جنين بعد 14 يوما، يمنع اليهود من الوصول إليهم، ومشاعر المسعفين من المسلمين الذين يسمعون الأصوات ولا يستطيعون عمل شيء لهؤلاء البقية من الأحياء تحت الأنقاض، ما هو الحل؟ وعندما يقتاد اليهود آباء مع أبنائهم ليعروهم من ملابسهم ثم يلقون بهم في غرفة مليئة بالزجاج المكسور، ما هو الحل؟ ثم يؤخذ كذلك أب وابنه رهائنا لكي تجعل من أكتافهم متكآت لأعقاب بنادق اليهود يطلقون النيران مستندين إلى كتف الطفل وكتف أبيه الذي فقد حاسة السمع في أذنه اليمنى، ثم لا يعرف الأب مصير أطفاله ولا الأطفال مصير أبيهم، ويقال ما هو الحل؟ وعندما يقتل بعض أفراد الأسرة أمام الآخرين ويتساقط الرصاص على المنازل وتحرق بالكامل والجرافات تجرفها على من فيها، فينجو من ينجو صارخا والبقية ينهدم عليهم سقف البيت، وتشاهد الأشلاء المتناثرة والجثث المتفحمة والأجساد المتعفنة، وهذا بتر الساق وهذه احترق وجهها، ويقولون ما هو الحل؟ وعندما يصل جريح إلى سيارة الإسعاف فيوقفها اليهود ثم ينزعون كمامة الأكسجين والأسلاك الطبية عن جسده وينزعوه من السيارة هو الآخر ويلقوه ينزف، فيقول الناس ما هو الحل؟ وعندما يتقاطر اليهود إلى الضرب والتنكيل
بهؤلاء الذين عروا أجسادهم وكبلوهم وقيدوا أيديهم وألقوهم في الشوارع وأخذ الآلاف إلى معسكرات الاعتقال وتستهدف رصاصات القناصة رؤوس الأطفال لأنهم سلعة مرغوبة عند الجنود اليهود يشتهونهم ليخلصوهم فما هو الحل؟ وعندما ينزع الصغير من حضن والدته التي قتلها اليهودي أمام منزلها ويبقى هكذا الأطفال على جثث الآباء والأمهات يرفضون الشرب مصرين على أن تقوم الأم بإعطائهم الشراب وهي ميتة، فعند ذلك يقال ما هو الحل؟ وعندما يتساقط شعر المسلم تحت أنواع التنكيل والضرب والإهانات والإيقاف في الشمس ويقال أنتم إرهابيون، وكذلك تهدم المتاجد وتجرف ودور العبادة، وعندما تذهب الأم لتبحث عن قطرة ماء وعندما ينقطع الخبز من شوارع المسلمين في فلسطين لأن الطحين ممنوع دخوله، وعندما يضطرون لشرب بعض مياه المجاري لأن مواتير المياه قد كسرت ولم يعد هناك إمدادات مائية ولا كهرباء ولا أشياء من أساسيات الحياة، فيقال ما هو الحل؟ وقد عرفنا في الخطبة الماضية الحل الذي صارت إليه قناعات المسلمين بعدما رأوا كل هذه المناظر، وأنه حل واحد لا يوجد إلا هو، وأن الله تعالى قد ذكره في كتابه العزيز وقال في محكم تنزيله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهؤلاء اليهود قدموا لنا نماذج واضحة من الإفساد في الأرض، ولا حل لهم ولا يمكن إيقاف إفسادهم إلا بإقامة هذه الفريضة الشرعية التي نص الله عليها وهي الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار، القيام بالسلاح لمنازلتهم. فلنعرف ونتعرف أيها الإخوة على أهداف هذا الحل في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولنتفقه في بعض أحكامه، راجين أن ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب تحديث النفس بالغزو. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إن الهدف الرئيس للجهاد في سبيل الله هو تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى عبودية رب العباد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض كما يقول ابن جرير في تفسير الآية، وهو الفتنة، ويكون الدين كله لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. لماذا أنزل الله الحديد وخلقه؟
وقال في كتابه العظيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال ابن كثير رحمه الله: وجعلنا الحديد راجعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه، ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وتبيان ودلائل، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. إذن المقصود من إنزال الحديث من أعظم المقاصد القيام بالجهاد في سبيل الله، وجعل الله فيه بأسا شديدا لكي يحارب أعداؤه، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف كما قال ابن تيمية رحمه الله، وعلق على الآية بقوله: فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا، ومعنى هذا الأولى السيف وهذه الثانية المصحف. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلنتبين إذن بوضوح أن اليهود لو قدموا لنا الورود، ولو فرشوا لنا الأراضي بالوعود، ولو أغدقوا علينا الأموال وبقوا على كفرهم لوجب علينا قتالهم. لماذا؟ لأن القضية أعلى من مسألة البيوت والناس، والقضية قضية التوحيد. ولكن هؤلاء إذا تسلطوا لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذلة، فيكفرون بالله ويقتلون عباد الله ويشركون بالله ويفعلون هذه الشناعات بعبيد الله وإمائه. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقد كان هذا الهدف حاضرا في حس الصحابة أثناء معاركهم، فروى البخاري عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أثناء الأمطار يقاتلون المشركين، فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقر حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة رضي الله عنه: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. وهكذا لما طلب رستم من سعد بن أبي وقاص رسولا فبعث إليه ربعي بن عامر، وهكذا قال له بالوضوح التام: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها،
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى وموعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. واعترف الكفار بذلك. وهذا مارش المونتجمري البريطاني يقول: في حروب الإسلام كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه، أي المسلمون، كمحررين للشعوب من العبودية، وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة، فزاد إيمان الشعوب بهم علاوة على تميزهم في نفس الوقت بالصلابة والشجاعة في القتال. وقد أدى كل هذا إلى اعتناق الشعوب التي انتصر عليها العرب الدين الإسلامي. ومن أهداف الجهاد في سبيل الله ثانيا رد اعتداء المعتدين على المسلمين. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال مستنهضا همم المؤمنين. فهذه الآية التي يصلح أن تكون عنوانا على مأساة اليوم تستنهض بها همم المسلمين لقتال اليهود: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وسبق ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه فيه: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، أي نعينك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وكذلك من أهداف الجهاد إزالة الفتنة عن الناس. والفتنة أنواع: أولا ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق عن المسلمين، وقد ندب الله تعالى المسلمين للجهاد لإنقاذ المستضعفين، وهذه آية أخرى تستنهض همم المسلمين للجهاد في فلسطين وفي غيرها. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الفتنة الثانية فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله، وذلك لأن هؤلاء إذا حكموا كفروا واستعبدوا الناس ومرغوهم في وحل الجنس والخمر والتحلل من الأخلاق، فيكون الجهاد مذهبا لهذا الحكم الطاغوتي وحمل الناس على الفسق والفجور. ورابعا من فوائد الجهاد وأهدافه حماية الدولة الإسلامية، دولة الإسلام، من شر الكفار. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رؤوس الكفر الذين كانوا يؤلبون الأعداء على المسلمين. وليعلم المسلمون بأن هناك سنة نبوية، وهي اغتيال زعماء اليهود. فاغتيال زعماء اليهود سنة نبوية عظيمة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره من قتل كعب بن الأشرف واغتيال ابن أبي الحقيق اليهوديين. أيها المسلمون، إن هذا الجهاد لحفظ الثغور من الكفار، والرباط رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. ثم من أهداف الجهاد أيضا إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزاؤهم. وقد قال عز وجل في فائدة الجهاد العظيمة في إذهاب
ما في نفوس المسلمين من التراكمات التي حصلت بسبب المذابح والشناعات. فلا حل اليوم لشفاء صدور المسلمين في فلسطين وغيرها إلا بالجهاد الذي يريح نفوسهم وقلوبهم بعد العناء الطويل. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ومن أهدافه إرهاب أعداء الله، فإن إرهاب الأعداء مما نص عليه الكتاب العزيز، ومن قال غير هذا كذب الله وجحد ما أنزله في كتابه وخالف أمره. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فليس الأمر إذن إرهابا للمسالمين ولا للكفار المسالمين المعاهدين الذين لا يعينون على المسلمين، وإنما إرهاب أعداء الله وأعدائنا من الذين أخرجونا من ديارنا أو ظاهروا على إخراجنا وأعانوا على ذلك وقدموا المال والسلاح والإشارة والخبرة، كل ذلك إعانة ولا شك. والذي يقول بغير هذا مبخل، لأن الله قال: وظاهروا على إخراجكم. وظاهروا يعني أعانوا، والإعانة تكون بالسلاح والمال والرأي والخبرة. وكذلك فإن هذا الإلقاء للرعب في قلوب الكفار يتضمن حتى التباهي أمامهم في ميدان الحرب، ولو لبس المسلم حريرا لا يجوز له لبسه في أيام السلم وخارج نطاق المعركة، فسمح بلبس الحرير لأجل ذلك. وسئل شيخ الإسلام: هل يجوز للجندي أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين؟ فأجاب: الحمد لله، أما لباس الحرير لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان: أظهرهما أن ذلك جائز، فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا، أي غطوا أسلحتهم بالحرير، وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا، فكتب إليهم عمر: وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم. ولأن لبس الحرير فيه خيلاء، والله يحب الخيلاء حال القتال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الخيلاء ما يحبه الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل عند الحرب، وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في البغي والفخر. ولما كان يوم أحد اختال أبو دجانة الأنصاري بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ومن حكم الجهاد وفوائده كشف المنافقين، فإنه إذا نودي له تراجع أولئك وتقاعدوا واعتذروا بالعذر الواهية وتولوا عنه، وتعرفهم في خائنة ألسنتهم وتصريحاتهم. قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فهم في رخاء وسعة، في حال الرخاء والسعة يتكلمون ويتشدقون، وإذا جاء الجد تولوا وانسحبوا من الميدان واعتذروا بالأعذار الواهية. فكان فرض الجهاد كاشفا لأولئك المنافقين، والله يريد أن تتبين الأمور. لا يمكن أن يترك الله الأمور بغير تمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال ابن القيم رحمه الله في فوائد وقعة أحد: ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب،
فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيف دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم باطنا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطرع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبأتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن والمنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، كما ميزهم الله بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، لأنهم عند الله معروفين معلومين، ولكن يريد أن تميزوهم أنتم في الميدان وتعرفونهم في الواقع في عالم الشهادة لا في عالم الغيب. حكم ربانية عظيمة. ثم من فوائد الجهاد تمحيص المؤمنين من ذنوبهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني ينقيهم من ذنوبهم ويخلصهم منها بالجهاد. وكذلك من حكم الجهاد إغناء المسلمين بهذا المورد العظيم أحل الحلال في الأرض. لو سألت يا عبد الله الفقهاء وبحثت في كتب الفقه ما هو أحل الحلال في الأرض، هل هو نتيجة الزراعة أو أرباح التجارة أو فوائد الصناعة، ما هو أحل الحلال في الأرض؟ فسيجيبك العلماء قاطبة بأن أحل الحلال على المسلمين وأطيب أكل وأهنأ وأمر أكل ودرهم تدخله في بطنك هو غنائم المعارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. الله أكبر، هذه عزة الإسلام. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. المسألة لا تلاعب فيها واضحة، لا بد من سيادة التوحيد في الأرض، لا بد. بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليسود التوحيد في الأرض، يريدها الله أرضا نقية موحدة، يريدها الله محكومة بشرعه لا بشرع غيره. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى حل الغنائم لهذه الأمة، وإلى أن رزق النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها لا في غيرها من المكان. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه من صنعة في المدينة عندما كان قائدا لتلك الدولة الإسلامية المفتخرة، لم يكن رزقه من صنعة ولا من تجارة ولكن من الجهاد. فجعل الله رزق نبيه صلى الله عليه وسلم فيها لفضله، وخصه بأفضل أنواع الكسب وهو أخذ الغلبة والقهر لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك غنائم المعارك ليس فيها منه من أحد من البشر. قد يحابيك شخص في صفقة تجارية ويبرك بها، ولكن غنائم المعارك أحل الحلال على وجه الأرض، لأن الله قال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
ليس فيه منا من أحد، مأخوذ من أعداء الله لأنهم لا يستحقونه. فهؤلاء اليهود والكفر والمشركون الذين كفروا بالله وأشركوا به، هل يستحقون أن تبقى الأموال في أيديهم؟ الأموال التي يملكونها والشركات التي يملكونها، هذه الأرباح الطائلة التي تدخل جيوبهم شرعا عند الله، هل يستحقها أعداؤه؟ هل يستحقون أن يتهنوا بها ويأكلونها ويتمتعون بها وهم يحاربون دينه وعباده؟ أبدا. ولذلك أخذها منهم إعادة الأمور إلى نصابها. فهذا معنى غنائم المعارف في الإسلام، هذا معنى حل الغنائم للمسلمين، لأنه شيء أخذ ممن كان عنده بغير حق، لا يستحقه كافر مشرك عدو الله ورسوله والمؤمنين يحاربهم، كيف يستحق أن يوجد عنده مال؟ فتؤخذ منه وتوزع على المسلمين الموحدين المجاهدين، حكمة الله تعالى. وكثير من المسلمين لا ينتبهون لهذا المعنى وينساكون وراء دعايات الكفار أن الجهاد لسلب الأموال، فنقول كلا والله كذبتم، إنما هو أخذ المال ممن ليس من حقه أن يكون عنده وإعادة توزيعه على من له الحق أن يكون عنده بأمر الله تعالى، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذا رزق النبي عليه الصلاة والسلام على مدار السنة، يحدث رزق أهله مما يؤخذ من الكفار من المعارف، جعله الله لنبيه لشرفه، ولم يجعل رزقه في المدينة شيئا من صناعة أو تجارة، بل جعل رزقي تحت ظل رمحي. وهكذا تكون الغنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، فتقسم الغنيمة فيؤخذ خمسها ويصرف حيث أمر الله. فإذا قاتلنا اليهود أو الكفار وأخذنا أموالهم فماذا نفعل بها؟ قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا الخمس هذه مصالحه. وأربعة أخماس الغنيمة تقسم على المجاهدين الذين شهدوا الوقعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا قتلت يهوديا يا عبد الله فلك بدلته، وكل ما يمتلكه وما في جيوبه حلال عليك، من قتل قتيلا فله سلبه. وكذلك فإن الله يتخذ بالجهاد شهداء، كما قال عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، جعل لهم من الخصائص العظيمة ما ليس لغيرهم، دلالة على شرفهم ومكانتهم عنده. ومن الفوائد العظيمة للجهاد إخلاء العالم من الفساد. فهؤلاء الناس يقولون اليوم: ضجت الأرض من الفساد، ضجت وامتلأت بالظلم والعناد، هذا الظلم وهذا الاستكبار وهذا البغي وهذا التسلط من اليهود والنصارى. اليوم رؤوس النصارى واليهود يفسدون في الأرض، فيظلمون ويبطشون ويبغون في الأرض بغير الحق. ما هو الحل لإزالة فسادهم وظلمهم؟ قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ما هو الدفع؟ كيف يكون الجهاد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال مقاتل رحمه الله: لولا دفع الله المشركين بالمسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المسلمين وخربوا المساجد. قال شيخ الإسلام: فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهما، كما دفع المجوس بالروم
الروم النصارى، ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد. فهكذا أيها الإخوة، إذن هكذا هو الحل لهذه القضية العظيمة التي تحصل اليوم، التي تحصل اليوم في الأرض. لا حل لها إلا هذا الحل الوحيد. وإذا قلت إن هناك الآن شرا كثيرا يحدث، فآمن يا عبد الله أن معه خيرا كثيرا يحدث أيضا، وأنه ليس في أفعال الله شر محض، لا بد أن يوجد فيه خير بوجه من الوجوه. فإن قلت وهذه المجاسر والشناعات، فانظر إلى ما حصل من الخير بسببها: انعتاق نفوس عدد من المسلمين من شهوات الدنيا، وتوجع نفوس كثير من المؤمنين لإقامة الجهاد لسبيل الله، وكذلك حصول القناعة عند المتشككين بأنه لا حل إلا بهذا، وكذلك إخراس ألسنة الذين كانوا يتشدقون بالحلول الأخرى عندما رأى المسلمون أنها لم تجد عليهم شيئا ولم تنفعهم في شيء، وكذلك إخراج المسلمين كثيرا من أموالهم لنصرة إخوانهم، ولو لم تكن هذه الأحداث ما خرجت هذه الأموال والصدقات. وانظر كذلك لما حصل من اجتماع كلمة كثير من المسلمين على شيء واحد، وأنهم بالرغم من تقطعهم في بلدان وحدود، إلا أن قضية المسجد الأقصى قد وحدت الكثيرين منهم. لا أعني المشركين ولا الكفار، فإن هؤلاء المشركين الذين يتسمون باسم الإسلام، أو هؤلاء المنافقين أو الكفر من غيرهم، لو ناصروا المسلمين في فلسطين فإننا لا نحزن بذلك من جهة أن يوجد داعمون للقضية أيا كانوا، ولكن نعلم من هم معنا بالضبط، ومن هم في معسكر أهل الإسلام الذين يستحقون أن ينصروا. فإن الله عز وجل لا يرضى بأن ينتصر المشركون على الكافر وأن يكون له الغلبة في الأرض، ولكن فخار يكثر بعضه بعضا. عباد الله، إنما حصل من اجتماع كلمة كثير من المسلمين على هذه القضية التي حصلت فيها المجازر والشناعات هو خير سيؤدي إلى خير بإذن الله. وإن القضية إرهاقات لما يوجد وراءها من الأحداث الكبار والله أعلم. والمطلوب أن يكون عندنا القناعة الراسخة بالحل الإسلامي الموجود في الكتاب والسنة، وأن تتهيأ النفوس لأجل إقامة هذه الفريضة العظيمة، وأن نعلم أن بيننا وبين إقامتها عوائق كثيرة نفسية واجتماعية ومادية يجب التغلب عليها، وأن سماع الآيات والأحاديث في الموضوع وتحديث النفس بالغزو مما يجهز هذه النفس لأن تضحي في المستقبل، ويجود الإنسان بماله ونفسه وروحه في سبيل الله. وهذا غاية مطلوبنا وما نتمناه. نسأل الله أن يعلي كلمته وأن يعز دينه وأن ينصر أولياءه وأن يخذل أعداءه وأن يرفع لواء التوحيد في العالمين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه والآل. عباد الله، لقد رأى المسلمون بأنفسهم كيف كان ترك الجهاد في سبيل الله ذل وطئنا به الكفار، وأرغموا أنوف كثير من المسلمين،
وأن القضية لا حل إلا بالرجوع إلى هذه الفريضة وبذل النفس والمال لإحيائها، وأن الالتزام والتولي عن ذلك مما يوقع الأمة في الذل. وكان بعض المسلمين يظن بأنهم إذا تقووا اقتصاديا فقط سيطروا، فلم يحدث ذلك. وكان بعضهم يظن بأنه إذا تقدموا تكنولوجيا ساد العالم، فلم يحدث ذلك. وهكذا يستبين الطريق واضحا، لأن هذه الفريضة التي فرضها الله لا بد من إقامتها وإحيائها. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية كان لها مع أبي أيوب الأنصاري قصة، فيقول أسلم أبي عمران: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم النصارى السفرة، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، انشغلنا بالجهاد، المزارع الآن ماتت أشجارها، وحصل من ضياع الأموال بسبب الانشغال عن تنميتها. إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، انشغال تام بالإصلاح الزراعي، وتركتم الجهاد. إذا انشغلنا بتجميع أسباب القوة تكنولوجيا واقتصاديا بدون ترك الجهاد ليس علينا عيب، لكن الانشغال بالدنيا وترك الجهاد هو المصيبة. قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل الواقع عرف هذه النتيجة. وترك الجهاد سبب لنزول البلاء، سبب لنزول البلاء، وكذلك فسبب لنزول عذاب الله تعالى، لأن الله قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وكان قتال المسلمين دعوة قبل القتال، دعوة قبل القتال، ولا يجوز أن يغار على الكفار إلا بعد أن تبلغهم الدعوة. فإذا بلغتهم بشكل واضح عند ذلك يجوز مفاجأتهم، كما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وهم غارون لأن الدعوة قد بلغتهم. ولا بد أن يستعمل الإعلام في توضيح الإسلام للشعوب الأخرى، لأن في هذا إزالة الحرج عن المسلمين عند جهادهم في سبيل الله. ومع اتضاح الأمور تكون الحجة قد قامت وعرفت، وبالتالي لا يكون على المسلمين حرج في جهادهم أبدا. وقد ذكر شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في فتاواه عما يجب فعله مع اليهود في فلسطين، بأن يقاتلوا ويجاهدوا فيقتل من يقتل منهم، ثم
يعاد الذين جاءوا من خارج فلسطين إلى الأماكن التي جاءوا منها ويرحلوا، والذين كانوا في فلسطين قديما تضرب عليهم الجزية. فهذا رأي أهل العلم في يهود فلسطين بعد كسرهم والإسخان فيهم وقطع رقابهم، بعد ذلك يعاد من جاء إلى مكانه والبقية يضرب عليهم الجزية ويؤخذ أطفالهم ونساؤهم سبايا عند المسلمين وتضرب عليهم الجزية. ما هي الجزية؟ قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الجزية عهد لازم يحرم على المسلمين نقضه إلا إذا أسلم الذمي ودخل في الإسلام فلا تؤخذ منه الجزية، وإذا فر إلى بلاد محاربة فهو كالمرتد يقتل، وإذا امتنع عن أداء الجزية فإنه يحاسب ويعاقب كذلك، وإذا لم يلتزم أحكام الإسلام العامة ومنها أن لا تتبرج نساؤهم ولا يظهرون معبوداتهم ولا باطلهم أمام المسلمين إلى آخر شروط أهل الذمة، وهكذا تؤخذ منهم عن يد وهم صاغرون، فلا بد أن يأتي يسلمها بنفسه، فلا تقبل منه بشيك ولا بحوالة ولا أن يرسلها مع خادمه، لا بد أن يأتي بنفسه. قال العلماء: يطال وقوفهم عند بيت المال لأن الله قال وهم صاغرون، ولكن ليس معنى ذلك تعذيبهم كما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: بلا صوت ولا نوم؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. وهكذا تؤخذ دينار على الرأس، على الرأس الكبار البالغين، هذا حكم الله، وليس هذا إرهاق. الدينار لا يتعدى 250 ريالا في السنة على البالغ، ولا تؤخذ على الأطفال ولا على النساء ولا على المرضى المزمنين، بل إن الفقير ربما أعطي من بيت المال كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان دين الإسلام رحمة وعدلا، كان دين الإسلام رحمة وعدلا، وهكذا كان المسلمون يدعون إلى الله حتى قبل القتال، لأن المهم دخول الكفار في الإسلام وليس القتل أولا. ولذلك لما خرج جرجة أحد النصارى من صف النصارى في موقعة اليرموك وطلب مقابلة خالد بن الوليد، قال جرجة: يا خالد، أخبرني فاصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع، بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ولأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواقينا فهدانا به وبايعناه، فقال لي: أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين، ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. فقال جرجة: يا خالد، إلى ما تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم، يعني نحميهم في الدولة الإسلامية، الحكم للإسلام وهم تحت حكم الإسلام وحمايتهم علينا، ويدفعون الجزية مقابل الحماية. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. قال: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا.
ثم سأل جرجة خالد عن أجر من دخل في الدين، فأخبره بأن من دخل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدين له أجر خاص من جهة إيمانه بالغيب، وأنه ما رأى النبي عليه السلام ولا المعجزات ومع ذلك آمن. قال: علمني الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه فسن عليه كربة ماء ثم صلى به ركعتين. وحملت الروم مع انقلاب جرجة إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة، فأزالوا المسلمين إلا عكرمة والحارث بن هشام، فركب خالد وجرجة معه والروم، فتنادى الناس وتابوا وتراجع في الروم إلى مواقفهم، وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف، فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء، وأصيب جرجة رحمه الله فمات، ولم يصلي لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي الله عنه. وأسرى المشركون يخير فيهم أمير المسلمين بين قتلهم إذا كانت الفائدة في قتلهم، وأخذ الفدية إذا كانت الفائدة في أخذ الفدية، ومبادلتهم بأسرى مسلمين إذا كانت الفائدة في ذلك، والاسترقاق إذا كان الاسترقاق فهو حق للمسلمين أو المنة بحسب ما يرى. عباد الله، كانت تلك طائفة ونبذة للأحكام الجهاد في الإسلام وفوائده. وقد يقول بعض الناس: إنك تحلق في الخيال، فأين نحن وأين تنفيذ هذه الأحكام؟ إن بيننا وبين ذلك أمدا بعيدا. وأقول: إنه ينبغي أن تكون الأحكام الشرعية واضحة الأذهان. إن قضية تحديث النفس بالغزو ينبغي عليها أن نعرف ما هو الجهاد في الإسلام وما هي أحكامه، فهب أنها جاءت بعد غد أو بعد سنين طويلة، فتكون أنت يا عبد الله على ذكر وعلى علم بها. وإن هذا التصور لأحكام هذه الفريضة الإسلامية يعين على الانبعاث لأجل تحقيق هذا الهدف في المستقبل، ومن كان عنده هذا هو الهدف تغيرت مسيرته عمن لم يكن له على ذكر ولا على بال. ولذلك فإنني أرى من الأهمية بمكان في هذه الظروف الحالكة التي تمر بها أمتنا أن نكون على وضوح تام في هذه القضية الكبيرة التي فرط فيها المسلمون، خصوصا وقد تولدت القناعة عند جماهير المسلمين بأنه لا حل مع اليهود إلا السلام. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عسكر الإسلام على عسكر المشركين والكفرة يا رب العالمين، اللهم عجل بنصر هذه الأمة، اللهم انتقم لأهل دينك يا رب العالمين، اللهم انتقم للمستضعفين، اللهم انتقم للمظلومين، اللهم أحل بأسك بالظالمين، اللهم عليك بشارون وجنوده يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ وبيلا، اللهم اجعل أخذهم أليما شديدا، اللهم زلزل بهم الأرض من تحتهم، وأسقط عليهم عذابا من فوقهم، وأتيهم من حيث لا يحتسبون، اللهم اضرب اليهود بالنصارى، اللهم اضرب اليهود بمن ساندهم، واجعل بأسهم بينهم، وخالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، وافتح لنا بلدانهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى السليم، اللهم أعد إلينا القدس الحبيبة، اللهم إن في البلاد والعباد من البأساء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك، ليس لها من دونك كاشفة، فاكشف الغمة يا الله، اللهم اكشف الغمة، اللهم ارفع البأس عن المسلمين، وارفع الحصار عن المحاصرين، اللهم إنهم إخواننا في بلاد فلسطين يعانون وأنت الله الغني الكبير، اللهم أنت الكريم المتعال، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم، اللهم انصر مظلومهم وتقبل قتلاهم عندك يا رب العالمين، اللهم اشف مريضهم وأبرئ جريحهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم،
اللهم اجعلنا من خدم هذا الدين يا رب العالمين، واجعلنا من الجنود الذين يقاتلون أعداءك يا إنك أنت السميع المجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على